الاشتراك بالقناة. جانب جماهير الكرة المغربية العاشقة لناديها الرجاء البيضاوي، الإشارة أعطيت والكرة الأولى لصالح الدفاع عن طريق سند الورفلي. يا أيمن يا بن محمد كاد يرتكب خطأ، ما زالت الكرة مغربية. جول! أول فرصة وأول كرة وأول لقطة للتهديف. محمود بن حليب يضيع وجها لوجه أمام الحارس رامي الجريدي الذي ينقذ مرمى. كرة خطيرة يطلبها الخنيزي وراح، الخنيزي وراح، والخنيزي وراح، وراي تسلل. حكم المباراة رفع الراية معلنا وضعية التسلل من طه ياسين الخنيسي في كرة كان يمكن أن تشكل خطر كبير. خليكم تلعبوا وتتقدموا بعدين. مثلا كرة خطيرة وتوغل، الكرة خطيرة. لعبة من أروع ما يكون وتوغل مرة ثانية كاد يأتي الغول. محمود بن حليب توغل من أمام الحارس رامي الجريدي. شوف اللعبة وشوف الاستلام والتوغل. كرة بعيدة وعرضية وخطيرة وصعبة وممتازة وتوزيع. دفاع أيمن بن محمد عفواني خرج الكرة على الحفيظي. هاي الكرة في العمق، البحث عن قلب الهجوم محمود بن حبيب. هاي كرة صعبة تلعب، أرضية أرضية خطيرة. جول! با 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 جول تحت شباك الترجي. وجول! يا سلام، فعلها الرجاء وسجل جول. عبد الله الحفيظي يجعل الملعب يهتز بهذا الجول. يا سلام، هدف أول ولا أروع، هدف للرجاء مستحق لحد الآن. عبد الله الحفيظ يفعلها ويسجل جول. اللعبة من أروع ما يكون، استلمها على خط العشرين. اللعبة الأولى ثم الثانية من هنالك ثم الثالثة، فجاء الرابع في الجول. شوف الاستلام باليسرى والتسديد باليمنى على يمين رامي الجريدي. جول للرجاء من عبد الله الحفيظ. يا سلام، الجول الذي سيجعل المباراة أفضل وأمتع. بوم، حطاله على الجهة اليمنى في الجول. عبد الله الحفيظ يقترب منه زكريا الحضراء. فابريس مازال، فابريس والتوزيع الرايع بين هاي الإعادة والجول. رائعة جدا هذه التسديدة، ورائع جدا هذا الهدف الأول لصالح الرجاء المغربي. مباشرة لزكريا الحضراف يلعب بينية وتوغل خطير. بابا بابا وخطيرة. يا سلام، يا سفيان يا رحيم، أعطالك للخلف. البحث عن زكريا الحضراف مزوبة كما ينبغي، والدفاع ومحمد لهوني قد لا تجدي نفس عن كرة خطيرة. بابا 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 با. الحكم لم يرفع الراية الخنيسي وكرة جول ضاعت للترجي. تونسية أنيس البدري يبحث عن المرور، يلعب مع فرانكوم. التسديدة من فرانكوم، ما زالت الخطورة لسامح الدربالي. ضاعت مجددا، تسترجع الكرة البينية، وصلت على الجهة اليمنى لسامح الدربالي. سامح يلعب في العمق، هي كرة صعبة لصالح الترجي بالرأس، والكرة في الركنية. الركنية تنفذ، كرة داخلة صعبة وخطيرة. الترجي التونسي، هاي الإعادة لطه ياسين الخنيسي بيمناه. الصد كان رائع من أنس الزنيت الذي انطلق على الجهة اليسرى. زكريا ما زال حول التوغل. زكريا عند الكرة، زكريا في المراوغة ويدخل زكريا. أوبا با 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 خطيرة، رائع أنت يا زكريا في هذه الكرة. كاد يأتي الجول. يا سلام عليك في المراوغة، ولكن اللمسة الأخيرة عن طريق اللاعب أيمن البدري. أنس البدري، رائعة التسديدة هنا من أنس البدري. الاستلام باليمنى والتسديد باليسرى، ولكن الحارس أنس الزنيتي اليمنى من مرمى الحارس أنس الزنيتي. ويا سلامها أنس. فرانكوم، أيمن بن محمد على الجهة اليسرى. بدأت الكرة تمشي من جانب الترجي، هاي للمراوغة تلعب فيها الوسط. الكرة البينية مرة ثانية راحت مباشرة لحمد الهوني حول مر. حمد ما زال عنده الكرة، محاصر، يوزع كرة لم تمر، تروح مغربية مرة ثانية وترسل بعيدة. وصلت لفوسيني كوليبالي، هيلة من فوسيني ورأي تسلل. لا، خطيرة الكرة هذه، ترجع للخلف تسديدة. بابا با جول، فعلها يوسف البلايلي وجول يعدل النتيجة بروعة. يا سلام، برجله اليمنى يحطها على يمين الحارس وجول.
ترجي او رجاء. يتفرج على الترجي وهو يلعب، يتفرج على يوسف قادم من البعيد وبيمناه حطه في الجول، هدف التعديل. يا سلام، عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، يا سلام اللعبة من هنالك على الجهة اليمنى كم كانت رائعة، المراقبة للكرة رائعة، ويوسف البلايلي بيمناه حطها في الجول وهدف التعديل. يا سلام يا سلام يا سلام، صارت النتيجة هدف لهدف بين الترجي والرجاء. اللعبة كانت رائعة من إيهاب المباركي، هدف تعديل من صنع ثنائي احتياطي إيهاب المباركي ليوسف البلايلي، ويوسف البلايلي في الشباك وجول في نفس الزاوية اللي سجل منها عبد الإله الحفيدي الهدف الأول للرجاء، سجله في الشوط الأول. كرة ممتازة وانطلق عنه ذلك على الجهة اليسرى، كرة خطيرة ما زالت الخطورة توزيعة ولكنها راحت وخرجت. يا زكريا، والكرة العرضية الرائعة من هنالك لإيهاب المباركي، راح إيهاب المباركي ومعاه فابريس الشكير في تنفيذ هذه الركنية، دائما في القائم الأول بالرأس، التغطية الدفاعية ما زالت الخطورة. زكريا حضرافة وبابا خطيرة وما زال الكرة جول. بدر بانون يفعلها ويسجل جول 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 جول. الرجاء يعود، بدر بانون يعود مثل البدر ويسجل جول، هدف ثاني للرجاء في كرة من ركنية. عدد هائل من اللاعبين داخل منطقة العمليات، رامي جريدي لم يشاهد شيئا، كرة من زكريا حضراف من هنالك، الحارس خرج ورجعت مرة ثانية. اولولا جول ثاني للرجاء المغربي، يقول حكم المباراة سملك جسمة، هدفان لهدف واحد صارت النتيجة للرجاء الآن أمام الترجي. نعم سنعيش 30 دقيقة متبقية رائعة أكيد. ماذا هنالك؟ هل تقنية الفار تشير إلى شيء آخر؟ طبعا وصلت كل هذه الكثافة بروعة سجلها. يتقدم الحكم يأمر، يوسف يتقدم ويسدد كرة، يوسف البلايلي مرت سلامات، مرت سلامات على أنس زنت لعبد الإله الحفيدي. يا 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 بابا بابا خطيرة، عبد الإله الحفيدي صاحب التمريرة الرائعة رجعت له الكرة. شوف هنا عبد الإله، لم تكن هناك وضعية تسلل، جاء أنس البدري رقب كورتو والتغطية دفاعية من قبل سند الورفلي الحكم. كرة مغربية في العمق خطيرة، الدفاع اولالا كم كانت رائعة التمريرة من عبد الإله الحفيدي. كرة بعيدة للأمام، التغطية الدفاعية تروح مباشرة بابا بابا بابا، وضعية تسلل، وضعية تسلل يشير لها الحكم المساعد. نعم تأخر الحكم، نعم وضعية تسلل، نشوفوها بالتصوير البطيء بأن كرة بعيدة من فابريس يلعبها مع محمود بالحليب. بابا 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 بابا، تدخل قوي جدا.